راه ما نقعد هنايا نهار، شكون عندي 10 متر ما نقعد هنايا دقيقه. راه عندي ربعات البنيات وولد وباهم مريض، راه ما تلاش غيسوق السكنه، راه ما غايش يسوق. راه خلاونا في الشتاء هنا في البرد في القرا، ومنين عيطوا لنا عيطوا لنا، قلنا الحمد لله والشكر لله الناس بيديروا معنا حل. ملي عيطوا لنا قال لك اربعه فساس، كيف نديروا اربعه فساس؟ انا كنطلب الله منكم من السكن ديالي، يعني ما نحتاج ما عندي لا باش نبني ولا باش نكري ولا باش كاع باش نتحرك. هاد الناس راه هدموا لنا المنازل ديالنا في 29 في شهر 11، ولحد الان اللي هو 6 في شهر 3 في 2022، وحنا كنتسناو يسويو الوضعيه ديالنا. خلاونا في الشتاء هنا في البرد في القرا، ومنين عيطوا لنا عيطوا لنا دوك الناس المستدعيين، عيطوا لنا بيعوضوا لنا على اساس باش يعوضوا لنا السكن ديالنا. ملي كنمشيو كنتفاجئوا باربعه الناس، قال لك فساس واحد، الناس اخرين اللي معنا في الدعوه عطاوهم جوج فساس، حنا اللي معاهم في الدعوه عطاونا اربعه فساس. كيقول لك ما عرفتش منين كيجيبوا الكلام، كيقول لك انتم مساكنين ولا ما عرفت، الله اعلم. انتم شتوا بعينكم واش ساكنين ولا ما ساكنينش. حنا كنوجهوا رساله لفاطمه الزهراء المنصوري وسيد الوالي والجلاله الملك، يشوفوا يدخلوا في هذا الملف ديالنا ويسووا الضعيه ديالهم ديالنا. هادشي اللي نقول، والسلام عليكم ورحمه الله. انت وليدي تشوف هذه الحاله، راه كون لقيت فين نمشي، راه كون عندي ولا غير 30 متر، راه ما نقعد هنايا نهار، شكون عندي 10 متر ما نقعد هنايا دقيقه. راه عندي ربعات البنيات وولد وباهم مريض، راه ما تلاش غيسوق السكنه، راه ما غايش يسوق. راه كونوا على يقين راه ما غاديش يسوقوا السكنه. الله يجازيهم بخير هاد المسؤولين يديروا لنا حل. انت وليدي راه حنا ما وصلنا لا فين نوقفوا لا فين نطيبوا لا فين. انت اشتي حالتنا، وراه ما لقيناش فين نمشيو، راه ما لقيناش فين نمشيو، راه ربعات البنات وولد وباهم مريض، راه تنخدم عليهم غير انايا. المسؤول ديال الشركه اش قال؟ راه ما عندناش فين نمشيو، راه كون لقينا فين نمشيو كون مشينا. كنطلبوا من السيده الوزيره فاطمه الزهراء الله يجازيها بخير، ما تبغيش ولاد مدينتها يعيشوا هكا، ما تبغيهمش. اكيد 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 حنا عندنا الامر فاطمه الزهراء، ما تبغيش ولاد مدينتها يعيشوا في هذه الحاله هذه. وسيدنا الله ينصره راه ما يبغيش ولاد الشعب ديالو يتكرفصوا هكا. وعاش الملك. كنطلبوا من هاد الناس المسؤولين وجلاله محمد السادس الله ينصره والله يعفو عليه والله يشافيه، يدير لنا شي حل في اسرع وقت. انتم ما كتشوفوا حنا في الشتاء وفي البرد وفي العجاج علينا. الله يجازيكم بخير، والناس المسؤولين نطلبوا من الناس المسؤولين يديرونا مع السيده الوزيره الله يجازيها بخير، يديرونا معنا شي حل، يعجلوا بامرنا، يعوضوا لينا بوقعه، يعوضوا كاع الساكنه الدوار كوكو، يعوضوا لنا بوقعه. هذاك الشيء اللي داروا لنا ما كافيناش، حنايا عائله كتار، وكل باب راه فيه عشرات والوالدين والوليدات ديالهم، كل عنده خمسة ستة. هذاك الشيء راه ما كافيناش، كيعوضوا الساكنة كوكو يعوضونا بقعة الباب. تنطلبوا من هاد الناس الله يهديهم علينا، يعطيونا يعوضوا لنا بحال الناس، يعوضوا لنا البقع ديالنا. علاش دارونا أربعة العائلات في ساس واحد؟ ساس واحد في أربعة العائلات، كيفاش ندير لهاد أربعة العائلات؟ كيفاش نديرو؟ ها؟ أنا عندي عندي جوج الأولاد وجوج العرايسات، السيد الآخر عنده خمسة الأولاد، المرأة جارتي الأخرى عندها أربعة البنات وولد. كيفاش نديرو لهاد 70 متر وحنا في أربعة العائلات؟ راه قهرونا هاد الناس، هاد الناس راه حيطمونا من 2000 من شهر 11 نهار 29 وحنايا قاعدين في هاد البراكات هاكا، حالتنا هاكا، والله اللي عالم بينا والله اللي مطالع بينا. وتكرفصوا علينا التكرفيصه ديال الغديد، تكرفصوا علينا، وقلنا ماشي مشكل غادي نصبروا. وقعدوا حتى الاخر، وملي عيطوا لنا قلنا الحمد لله والشكر لله الناس بيديروا معنا حل. ملي عيطوا لنا قال لك اربعه فساس، كيفاش نديروا اربعه فساس؟ كيفاش نديروا ليها؟
واش حنا سميتو ما فهمتش انا والو، ما فهمتش باقي ما فهمتش. الله يجازيكم بخير. تنطلب انا من الله سبحانه وتعالى الله يهدي علينا المسؤولين، من فاطمه الزهراء ومن جلاله الملك، من جلاله الملك الله ينصره، ومن فاطمه الزهراء المنصوري الله يجازيها بخير، ولا خديجه الله يجازيها بخير، والمسؤولين كاملين، من سيد الوالي الله يجازيهم بخير. يدخلوا لنا يدخلوا لنا ويعطيونا البقع ديالنا، الله يجازيهم بخير، الله يكثر خيرهم. انا كنطلب الله منكم من السكن ديالي، انا ما محتاج ما عندي لا باش نبني ولا باش نكري ولا باش كاع باش نتحرك الى السكن، هو باش محتاج. انا عندي وليداتي ها هما وليدات ولاد ولادي، ورا لاحوني هنا هنايا وطيحوا لي، ما بقيتش عرفت ان راسي انا ايديا من رجليا ما عرفت من ندير. ومن اللي مشينا مشاو ساعدوني على ربعه فساس، كي غنديروا هاد الربعه في هاد الساس ربعة الناس؟ واش ممكن لك ربعة الناس يتشاركوا يكونوا ستاس واحد في دار واحدة، ربعة في دار واحدة وعائلة، وكله عنده ربعة دراري، ستة دراري، خمسة دراري، سبعة دراري، كي غادي نديروا لهم؟ كي غادي نديروا لهاد الستات حنا اللي فيه حنايا ربعة الناس في ستاس واحد؟ وانا محتاج في السكن و15 سنة ولا 16 سنة وانا قاعد هنا ساكن. اللي فاجر 70 متر عاطينا لك فيها سبعة الناس، أربعة الناس في ساس واحد، وأنا محتاج إلا في السكن، السكن ما عندي إلا السكن هو باش محتاج. هاد الناس أولدي قالوا لنا جوج في ساس، وداروا عائلات أخرين ربعة في ساس، وداروا ثلاثة الناس ثانية في ساس، حنا وبينهم يعطيونا حقنا. تنطالبوا هي حقنا، ما تنطالبوش شي حاجه اخرى. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.